السمة الثالثة والأخيرة اللي أبغى أتكلم عنها اليوم اللي هي السادية. السادية والفكرة منها أنه تقدر تشوف، على فكرة هم ما يقدرون يخفون هذا الشيء، مع أنها يعني تفضحهم بس ما يقدرون يخفون، لأن هذه من صميم طبيعتهم أنهم هم من السهل أنهم يدوسون ويهينون ويعتدون ويتعنصرون ضد أي أحد. مو ضدك أنت، لأنك أنت الآن أنت التارجت، أنت الهدف، فما راح يهينونك ولا راح يذلونك ولا راح يعني يعرضونك العنصرية ولا أي شيء، يعني ما راح يحسسونك بشعور سيء. لكن ممكن تكون معهم في مطعم راح يهينون الويتر، ممكن يطلبون الشيف ويقول لك كلام مو أوكي، ممكن تلقاهم عندهم مثلا خادم أو خادمة يهينون أو يضربون أو يعتدون أو يعلون أصواتهم. راح تشوف الإهانة والإذلال للآخرين، بس لأنه ما راح تكون عليك خصوصا في البداية، لأنه أنت الآن الهدف، هم متمالكين أنفسهم بالنسبة لك، لكن بالنسبة للآخرين عادي عادي كذا، يعني يمسحون في الآخرين البلاط زي ما نقول، يحسون إنه هذا صح يعني. فهذه واضحة تقدر تشوفها. وعلى فكرة ما راح يبذلون جهد إنهم يخفونها، ما راح يبذلون جهد إنهم يخفونها، لأنها من سماتهم ويحسون إنها ما دام هي ما جتك فأنت ما المفروض إنك يعني تشوفها غلط. لذلك مهم إنك تنتبه للحالة السادية اللي عندهم، وهذا اللي يبرر لهم بعدين إتمام الشر عليك. هذه السمة هي تبرر لهم بعدين إنهم يجلسون عليك ويخلصون عليك ويعني يسوون خطتهم أو تحكمهم أو طاقتهم الشريرة أو خبثهم إنه يتممون هذا الموضوع عليك. وقاحة ممكن أو أكثر من كذا، وقاحة وفي دناءة نفس، يعني في إهانة مثلا لشخص مثلا عامل، في عنصرية في يعني مع الأشخاص المختلفين راح تحس فيها، راح تشوفها فيها، في عنصرية، في إهانة للناس، فيها مرات ترى حتى في سواليفهم تقدر تكتشف هذا الموضوع إنه عندهم هذه الروح. هذه أهم ثلاث سمات اللي تقدر تشوفها في أي شخص شرير مباشرة، تقدر تشوفها ومباشرة تقدر تقرر إيش الخطة اللي مطلوبة منك. هل أنت عندك خطة إنك أنت تكشف الموضوع، تحط الموضوع على الطاولة؟ طبعا راح يهجوني إذا حطيت الموضوع على الطاولة. هل أنت تبغى تكمل الطريق مع انتباه؟ هل أنت تبغى تنسحب؟ هل يعني لازم تكون عندك استراتيجية في الموضوع. طيب، رسالتهم هي إيقاظك، هي إيقاظك على حسب الموضوع اللي راح تنضرب فيه أو على حسب الموضوع اللي عليه الخطة. هو الخطة على إيش؟ هو الخطة على عائلتك، على فلوسك، على استخدامك كأداة عشان نستخدمك في كذا. هو إيش حسب إيش المقصود من الموضوع. فهي رسالة لإيقاظك إنك أنت تكون منتبه لحماية زي ما نقول الممتلكات اللي عندك. قد تكون ممتلكاتك هي عقلك، هي علمك، هي عائلتك، هي مالك، هي شعورك، هي الجنس اللي عندك. في ناس يسوون كل هذا عشان يحصلون يستغلونك جنسيا، يعني كثير أشياء ممكن يكون هدفهم. فالرسالة أنك أنت تستيقظ وتحمي نفسك، تحمي نفسك، تحمي هذه الممتلكات اللي أنت حصلتها باستحقاقك، أنت تستحقها. هذول الأشخاص أحد الأشياء اللي تجول بداخلهم، الشعور اللي يجول بداخلهم أن هذا الشخص لا يستحق هذا الشيء، أنا اللي أستحقه. هذه المرأة لا تستحق زوجها، بروح وبقعد عندها وبصادقها وبخرب وباخذ زوجها، لا تستحق زوجها، أنا أحلى منها، أنا أشطر منها، أنا أذكى منها، أنا أكثر أنوثة منها، أنا ياما تبهذلت وياما إلى متى؟
ليش هي واحدة غبية وساذجة وما أعرف إيه وتأخذ هذا الرجل؟ لا أنا أستحق هذا الرجل، وهي ساذجة وغبية وتبدأ تشتغل. أو مثلا أنا أستحق هذا المال، أنا أستحق هذا، هذه ما تستحق المال، هذه غبية وساذجة حصلت المال بضربة حظ، حصلت المال بالورث، ما تستاهل. أنا اللي أستاهل، أنا الذكية، أنا الشاطرة، أنا اللي أقدر أصنع من لا شيء شيء، أنا اللي أبني من الصحراء عمارة، أنا فأخطط عليها وأسرق فلوسها، أسرق زوجها، أسرق زوجته، أسرق شركته، أسرق أمواله، أسرق أستنزفه جنسياً، أستنزف طاقته ومشاعره. إذا كان ضايق صدري ولا عندي أزمة أروح أخليه يطبطب علي وكذا وكذا، كثير أشياء. فالشعور الداخلي إنهم هم يستحقون أكثر من واقعهم، يعني هو ممكن يكون مستواه المادي ضعيف يقولك لا لا لا، ليش أنا كذا؟ لا لا، أنا المفروض، أنا لما المفروض من أثرياء البلد، أنا أستحق، أوريكم خطتي وش أسوي. لا ليش أنا أحلى واحدة أصلاً في المدينة، أنا تقف قدام المراية وتقول أنا أحلى واحدة، أنا أحلى واحدة، ليش هذول البنات معهم أزواج جيدين وأنا ما قدر يضبط معاي ولا واحد؟ ليش لا أروح وأخذ اللي أبغى من بين يدينها؟ لأنها ساذجة وما تستحق، وأنا أكثر أنوثة منها وأجمل منها وأنا اللي أستحق، وتروح تمشي في خطتها. بس طبعا هذول ما يفهمون إن الموضوع ما يشتغل بهالطريقة. هذه درجة من درجات الغباء في فهم كيف يسير الكون، ما يفهمون إنه ما تمشي الأمور بهالطريقة، ما تمشي، وإنك مهما شعرت إنك تستحق أكثر، هذا الشعور ما راح يوصلك لأي مكان، ما راح يوصلك لأي مكان. لما فعلا أنت تستحق يجيلك الشيء لحد عندك بس. أما شعورك إنه أنت أفضل من فلان وبالتالي أنت تستحق وبالتالي أنت راح تعتدي عليه وراح ما راح يوصل المكان. لذلك الكارما اللي هم متورطين فيها كثير عميقة وكثير في ثقب أسود. الأشرار هذول على فكرة ترى هم مو مبسوطين، ترى هم كثير يتألمون، هم في ثقب عميق جدا، تورطوا في قصة داخل قصة وعميقة، هذه القصة مشاعرية وفكرية وفيها سلسلة من المعتقدات تخليهم في كل مرة يحفرون أكثر يحفرون أكثر يحفرون أكثر، وفي كل مرة يصيدون أحد يعتقدون أنهم نجحوا ووصلوا، لا لكن هم يحفرون أكثر، تخيل. وفي كل مرة يحطون كذا تارجت كذا ويحققون الهدف، تسرق الرجال. طيب هي تقول أيا سويت الموضوع، يخرب الموضوع، تتدمر مشاعريا فكريا ماديا، وتحفر أكثر في القصة، تحفر أكثر في هذا الكارما وتستمر. لذلك هم يتألمون. وطبعا أنا أؤمن إنه كل إنسان يحصل نتيجة عمله في الدنيا قبل الآخرة، معنى إنه كل هالأعمال الشريرة هو يحصل نتيجتها على طول، على طول يحصل نتيجتها، لأنه هو مو قادر يتساوى مع طاقته، مو قادر. هو عنده جسد فكري كبير قاعد يقول أنت عظيم، أنت سبع نجوم، أنت راعي، بينما هو كثير صغير، هو مو راضي يقتنع أنه كثير صغير، مو راضي، أنت جميلة أوكي بس ما تستحقين هذا الرجل. الموضوع مو كله جمال، الموضوع مو كله جمال، الجمال جزء بسيط من القصة كلها، الموضوع مو موضوع جمال، في مواضيع كثيرة 90% من المواضيع ما لها دخل في الجمال. فبالتالي موضوع الجمال بسيط جدا في انك تحصلين على هذا الرجل الجيد. لذلك هم ما يقدرون يعترفون انهم صغار، ما يقدرون يعترفون بطاقتهم، لا يستطيع الاشرار انهم يعترفون بطاقتهم. لذلك طوال الوقت يبحثون عن احد يصيد لهم الطاقة، عن احد مجمع الطاقة ومحصلها، عن احد واصل الطاقة هذه، فيحاولون يروحون هناك وياخذون الطاقة، تضبط معاهم مرات ومرات ما تضبط، لذلك تستمر هذه الكارما